الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، شاهدتم وشاهدنا بالأمس تباين وتمايز واضح في قضية مست الأمة بأكملها، يوم أن أعلنت اليهودية والصليبية والشيعية والنصيرية والليبرالية والعلمانية والموساد والماسونية تأييدهم للانقلاب في تركيا. فرحوا وهللوا وأزبدوا وأرعدوا، وأعلنت قنواتهم صغيرها وكبيرها من يعلمها الناس ولا يعلمها أن الانقلاب قد تم وأن القضية قد انتهت وأن حكم الدين والإسلام والنهضة والبناء في تركيا قد زال بحثالة البشر وأحذية الباطل ونعال الصهيونية. وشاء الله أن لا يتم فألهم وأن لا يتم انقلابهم، فأشر الله خططهم وفضح مؤامراتهم. فرح في بلادنا كل نذل عاهر داعر كالحوث عفاشية من أنصار المخلوع في البالوعات صنعاء وأديال السيء صعيدة المختبئ في كهوف صعدة. اتصلوا وأعلنوا وراسلوا وأزبدوا وأربدوا وقالوا رحم الله أو عظم الله أجركم ورحم الله ميتكم. نقول لهم اليوم لا رحمكم الله ولا عظم أجركم ولا أبقاكم ولا أحسن خاتمتكم وفضحكم وأزالكم. تركيا أعلنت بشعبها انتصارها، سقط الانقلاب مدويا، ذهب مفضوحا ملعونا منبوذا من الأمة بأكملها. أعلنت أوروبا الصمت مع أوباما، فلما أعلموا وسمعوا أن الحكومة انتصرت والانقلاب سقط والشعب التركي خرج معلنا الفداء والنداء من أجل البناء ومن أجل أن يبقى أردوغان بإسلامه ودينه وعقيدته وتنميته وإدارته على رأس السلطة. فشل انقلاب هللت له سكاي نيوز والحدث، وهللت له النيل الإخبارية قنوات إجرامية شيطانية، لكن مع هذا انبرت الجزيرة قناة الحرية فأعلنت وبينت ووضحت أن الانقلاب في تركيا فشل. من على أرض الإيمان نقول لإخواننا في تركيا، من على أرض الإيمان ومن مريس ومن كل مقعة فيها مقاومة شعبية ترفض الانقلاب، أقول الحمد لله الذي أجهض الانقلاب في تركيا وكسره في اليمن وفضحه في مصر وبدد أساسه في سوريا وأنهى شوكته في ليبيا. نحن أمة الخير معلنة الخير. ذهبت تلك الميليشيات التي أبت إلا أن تنقلب فأصبحت في السجون بعد أن كانوا رتبا وعقداء وعمداء، أبوا إلا أن يذلهم الله يوم أن أصبحوا أذرنا للباطل. لما يسقط أردوغان وحكومته؟ ألأنهم رفعوا سعر العملة وهيئوا الاقتصاد وبنوا البلاد وأعلوا شأن تركيا؟ حثالة البشر دائما لا تعشق إلا الحثالة أمثالها، والطيور على أشكالها تقع. ها هي تركيا يا أنصار المخلوع ويا أنصار الحوثي قد انتصر. يا من قلتم أن أردوغان مات، أحياه الله في قلوب الأمة وأمات أمانيكم وطموحكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما هو أمر الله. اللهم أغلق على الخونة كل باب، سد عليهم منافذ الخير، أصبهم بداء لا دواء له وعلة وأسقام لا شفاء منها. عجبا أيتها الأمة تمايزت في لحظات بسيطة يوم أن مست القضية قضية أمة وأعلنت الأمة بأكملها لا إله إلا الله خيرها أحرارها أشرافها أينما كانوا أننا مع تركيا. تناسينا أن عندنا انقلاب ومعارك على الجبال وفي التباب، فتحولت مشاعرنا وكذلك أنظارنا وأخبارنا أقلامنا صفحاتنا تؤيد أردوغان وتؤيد القضية التركية منبع الخلافة العثمانية العائدة بإذن الله جل وعلا بأحكام ربانية إيمانية. نحمل الخير للجميع ولكل الناس، وأبت الصهيونية الأمريكية الفارسية العلوية الشيطانية الماسونية أوزع فاشية إلا أن تعلن تأييد الباطل وأن ترفع قدره، فأخفض الله قدرهم وأنزل شأنهم وأذلهم وأعز الله الحق وأهله. لتحيا تركيا عاصمة الخلافة بأنها أمة تحيا بالشريعة الإسلامية. وحفظ الله أردوغان وحكومته وحزبه وشعبا انتصر من أجله وخرج في الشوارع في كل مناطقها وأنزل العسكر الخونة من جيش مارق علماني شيطان أبى إلا أن يكون علمانيا، لكن الطعم التركي أعلن أن الهوية إسلامية والقضية ربانية والانتصارات اقتصادية سياسية. فحفظ الله أردوغان ومن معه.